ما حكم رفع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بهما على الوجه بعد ما رفع اليدين بعد الفرائض؟ ما لها صحة، بدعة، ما كان النبي يفعل ولا أصحابه يسلم من الفرائض. هذا بعد السنن. وأما بعد السنن إذا وقع على بعض الأحيان أمر ثاني، إذا وقع عليه أن يرفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن لا يواظب عليه بعد كل سنة إذا فعل بعض الأحيان. أما مسح الوجه قد جاء في أحاديث فيها ضعف، والأفضل عدمه، الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، لكن جاء في أحاديث فيها ضعف، قال بعض أهل العلم أنها مجتمعة تكون حسنة، ولكن الحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه، فالأولى ترك مسح، إذا دعا يكفي، فإن مسح بعض الأحيان فالأمر سهل.